مبلغ معقول التركيز واللعب بشكل فني. هناك بعض الفنيات إدارة اللياقة في ثلاث جولات. لا يستنفذ اللاعب الطاقة في الجولة الأولى أو الجولة الثانية، لابد عليه إدارة اللياقة في ثلاث جولات. على لاعب الملاكمة ألا يعتمد تركز قوته على القوة، لا بد من المراونة والمرونة والسرعة والخفة، وقبلهما التركيز. متى تأخذ الضربة والانسحاب، وعلى اللاعبين استغلال مساحة الحلبة. نرجو من المدربين اعطاء التعليمات. الاندفاع الزايد، الاندفاع الزايد. يتقدم اللاعب في الحلبة نصف خطوة من أجل إيصال اللكمة. يسمح للاعب التقدم نصف خطوة إلى الأمام، إلى أمام الخصم، ليس أكثر، لأنه إذا تقدم أكثر يحصل عنده احتكاك هو الخصم، احتكاك السيكان يولد إصابات. فنرجو الالتزام بالهدوء والتركيز واستغلال مساحة الحلبة أثناء الدوران وأثناء اللكمة. نحيي اللاعبين على الروح القتالية. فعلا هناك روح حماسية وقتالية. فعلا هذه المنافسة، الطموح لا بد له من القوة. Thank you.
نرجو للاعبين اللعب بهدوء، اللعب بهدوء أثناء الحركة، أثناء الحركة. النزال الذي يليه نرجو للمدربين تجهيز اللاعبين. أواب عادل السماوي، نادي السبع، ووسيم شعبان صالح العمري، نادي السبع مارد. نرجو للمدربين إسراع تجهيز اللاعبين. تبقى جولة للملاكمين. أشكرهم على هذا الأداء الحماسي القتالي. والالتحاب بالخصم، وهذا كان لاعبين يمتلك مهارة. نحيي اللاعبين على هذا الأداء، ونتمنى التركيز وإيصال الضربات الصحيحة للعبة الملاكمة. كما أن لعبة الملاكمة تعتبر من اللعب المشهورة الجماهيرية. وحش أحمر، وحش يا حمد، وحش بريك. اوه يا محمد، بوكس. اوه يا محمد، اوه يا ترى، اوه يا ترى. نشكر اللاعبين على انتهاء النزال وانتهاء الجولة الثالثة. الان ستعلن النتيجة. نجم الحكام أواب ووسيم، عليهم الاستعداد والتوجه إلى أركان الحلبة، اللاعب وسيم في الزاوية الحمراء أو الركن الأحمر، واللاعب أواب في الركن الأزرق. الآن سيتم إعلان الفائز في هذا النزال. كان النزال قوي بما تتكلم معنا، وكل من اختبر كل المنازلين أداء رائع جيد. هذه اللحظات التي يحدث من القلب إخفاق غير عادي. هذه أصعب اللحظات الانتظار للبطلين. نشكرهما على هذا الأداء المتميز والأكثر الرائع. النتيجة كالتالي: 3-2 فوز صاحب الركن الأزرق. النزال الذي يليه: وسيم شعبان مركز 7 الركن الأحمر، أواب عادل السماوي السد الركن الأزرق.